اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمتنا، نجمه الكره الطائره في نادي الاهلي سيدات سهيلة وفيق، واللي بتلعب دلوقتي في شيكاغو في دوري الجامعات الامريكي للكره الطائره NCAA. سهيلة، انت كنت معانا من حوالي 3 اسابيع لما كنت في امريكا، ودخلتي معانا بالسكايب وطمنا عليكي، وكنت انت لسه برضو كسبانه البطوله، فكنا سعداء بيكي، او كسبانه ماتشات كنا سعداء بيكي. فساعتها قلت لك انا نفسي تغني حاجه لمصر، طبعا احنا كلنا، انت كمان اكيد وانت هناك مشتاق لمصر يعني، فاللي بيغني هو مشتاق لبلده، بتبقى الاغنيه فيها احساس كتير، فانت وعدتيني لما اجي ايوه هنغني اغنيه لمصر. اليك الميكروفون. ماشي، انا اغني فيها حاجه حلوه بتاعت ريهام عبد الحليم. يا ريت، دي جميله جدا. ماشي. يلا بسامعيني. ماشي. فيها حاجه حلوه، حاجه حلوه منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبي يا فول طعمية كشري، دو بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عادية بومب ولبس جديد، فن سيما وغنى وتياترو، حفلة تلاتة في سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي في الترو، طرني ملايقة على تخت غنى. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. تقيلة العصرية في مصر، ولما على طبلية في مصر، مولد السيدة والذكر والهيصة، وركعتين بركة في السيدة نفيسة، المشي على الكورنيش والبركة في لقمة عيش، فرح بلدي وليلة حنة. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، دي تتعبك ولا بتسيبها، تحيرك برضو حبيبها، على بعضها خيرها عيوبها، حتى من الجنة. فيها حاجة حلوة. برافو 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 يا سهيلة. يعني عايز اقول لك انا الحقيقة، يعني مش عايز اقول ان جسمي اشعر، لان الحقيقة افتكرنا كل حاجة في مصر، وخليني اقول لك انه انت بتغنيها لان انت حاسة بقيمة الكلام ده. دي حقيقة، دي يعني حقيقة. وانت هناك، طب يعني اكتر حاجة وحشتك بقى في مصر ايه وانت هناك؟ اكتر حاجة وحشتني اكل مصر طبعا، غير الاكل برضو اللمة، يعني عموما لمة مصر حاجة تانية، انك تنزل تقعد مع اهلك، انك تنزل تقعد مع اصحابك، انك تخلص تمرين وتحس ان انت كده مع عيلتك مع اهلك، دفى الاسرة. حاجة تانية. ما حاولتيش تطبخي هناك حتى على الاقل؟ يعني حاولت اطبخ بس يعني خلينا ما نتكلمش مش زي اكل ماما. لا خالص. انا عايز اقول لكم ان طبعا والدة سهيلة منورانا في الاستوديو هنا طبعا، وهي طبعا يعني مش عايزه تسيبك، لان هي يعني انت جايه تقعدي معانا اسبوعين، هنسيبك ازاي؟ فطبعا منورانا ومشرفانا طبعا، قد ايه هي اسره مرتبطه، وقد ايه يعني دي حاجه تسعدنا جدا، وبنشكرك على الاغنيه الجميله دي، ونشكرك انت حضرتي، يعني انت وعدك ما نسيتهوش. أيوة صح كده؟